فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين يقول الله تعالى في سورة طه فتعالى الله الملك الحق صدق الله العظيم الحق من أسماء الله الحسنى ورد في القرآن الكريم عشر مرات ما هي المصادر الأخرى التي أكدت لنا هذا الإسم الإلهي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فهذا الاسم الكريم من آه الاسماء الحسنى وكما تفضلت ورد في القران الكريم مرارا كثيره جدا ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير فتعالى الله الملك الحق طبعا يعني ويعلمون ان الله هو الحق المبين فورد في القران هكذا طبعا ورد ايضا في احاديث كثيره منها الاحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه انت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ومعنى انت الحق يعني لا حق غيرك لا يوجد حق اخر وعدك الحق لا يوجد وعد قولك الحق لا يوجد قول حق في درجه القران الكريم في كلامه قولك الحق ووعدك الحق كما وعدت سيكون حقا فهذا هو المصدر الثاني من مصادر السنة النبوية هو السنة النبوية وطبعا أجمعت عليه الأمة الإسلامية ماذا تعني كلمة الحق من الناحية اللغوية يا مولانا؟ والله الحق هو مصدر حق يحق يعني حق الشيء ويحق بمعنى أنه موجود فالحق هو الموجود في علاقة قوية جدا بين أو تكاد تكون علاقة تطابق بين معنى الحق والحقيقة وبين معنى الموجود م. وكلمة الـ الـ أو مفهوم الوجود من المفاهيم العميقة جدا حتى في الفلسفات الحديثة يعني, م. يعني كثيرون اهتدوا فلاسفة الإلهيين اهتدوا م. من خلال الوجود والوجود يعني عندهم الوجود هو العدم العله والمعلول امور كثيره اخرى اخرون يعني قالوا ان العالم عدم م. لان العالم طبعا الوجوديه وكذا آه انت حين تختار لا تختار الا اذا اعدمت يعني حين تختار شيء انت بتعدم اشياء على طول م. فحتى هذا الاختيار هو عدم وقالوا بعد ذلك ان الحياه عبث والحياه كذا الى اخره لكن الوجود في في الفلسفات الالهيه حتى في الفلسفات اليونانيه اللي هي ليست ماديه يعني هو طبعا ده يعني الباب الاول في مباحث الـ الـ الالهيات لانه من خلاله يعرفون الموجود وهو الله سبحانه وتعالى لان الوجود ليس درجه واحده والموجودات ليست في درجه واحده هناك يعني يعني تدرج نازل من الوجود الالهي الوجود الملائكي وجود الروحانيات ثم وجود الـ الـ الى ان نصل الى الوجود الجسماني وهنا يقول اوعى يعني تظن ان هذا وجود هو عدم يعني وس وسنعرف. بما في وجودنا احنا بما في طبعا يعني لما اقول انا موجود غير نعم. انه ربنا سبحانه وتعالى لا موجود نعم هو آه. احنا احنا لنا وجود من ناحيه احنا موجودين آه. ومن ناحيه احنا آه لان وجودنا كما سنتحدث ليس من ذاتنا آه. يعني نستدعى بالوجود ويسلب مننا الوجود نصير عدما آه. فهو آه. يعني وجودنا قياسا بالوجود الالهي هو عدم عدم لولا الوجود الالهي طبعا ومن أعطاك الوجود م. هو الذي يعني منحك الوجود ولفتره ثم يسلب هذا خاصة الوجود خاصه الجسم يصير آه. عدما وطبعا يعني في خلاف ايضا هل الجسم يعني حينما تسلب منه الحياه ويصير عدما هل طبعا هو يتفتت يعني في المعروف اجساد الموتى تتفتت تتحل. تتحلل وتتفتت وتصبح هي وذرات التراب واحده ولكن حين يعني ياتي البعث او النشر هل هي عباره عن جمع ذرات موجوده ولا الجسم اصلا عدم تماما ثم بعد ذلك نقول ان الله سبحانه وتعالى يعيد هذا المعدوم ولذلك الفلاسفه سبعدوا ان يعاد الجسم. مم. من منطلق معلش يمكن احنا بنخرج عن بالعكس ما هو ده نقيض الحق والعدم. طبعا آه. فهم يقولون آه ان المعدوم لا يعاد قاعده عندهم المعدوم لا يعاد. اه. انما يعاد اللي هو موجود بذرات ومتفتت ومتحلل لكن عمليه البعث هي عباره عن تجميع ثاني لهذا الجسم. اللي هو ذراته موجودة بالفعل مم. طبعا المعركة كبيرة بين الفلاسفة ماذا لو أن الجسم يعدم يقولون أنه يعني قدرة الله لا تتعلق لأنه يستحيل هذا أمر مستحيل مم. والكل يعلم أن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالمستحيل تتعلق بالأمور الجائزة الممكنة لأنه أمر يعني لم يحدث مثلا أن الله سبحانه وتعالى فعل شيئا أو يعني القدرة تعلقت بشيء مستحيل وظهر لا يكون مستحيلا المستحيل الذي لا يقبل الوجود بحال مم. كما قلنا يعني مثلا مسألة آه يعني أن يكون الشيء ساكنا ومتحركا معا آه. أو لا ساكنا ولا متحركا أمثلة كثيرة جدا اللي هي اجتماع النقيضين فيقولون هذه يعني ناس تـ تـ ابن حزم مثلا يقول لك اه لو لو, لو اراد لا لفعل لكن أو, او القدره تتعلق به لكن الجميع يرفضون هذا ويقولون هو القدره لها مجال بتعمل فيه مجالها او تعلقها بالممكنات الوجود بما يمكن ان يوجد اما ما لا يمكن ان يوجد وهو المستحيل المعدوم الممتنع الوجود فهذا لا تتعلق به القدره الالهيه المعجزات هي فعل مستحيل. لا في مستحيل عادي ومستحيل عقلي. مم. المستحيل العقلي هو الذي لا يستطيع العقل ان يتصوره. مم. هذا هو الذي لا تتعلق به القدره الالهيه. آه. لان الانسان يضل ما يعرفش في مستحيل ولا ما فيش. آه. فالقدره تتعلق ب كما قلنا بالممكنات. طيب وانا ضربت مثال قبل ذلك الامور المستبعده عقلا يتصورها. مم. فهذه ليست مستحيلات عقلا انما مستحيل عادي يسمونه في العاده مم. مستحيل عادي آه عادي من العاده من العاده العاده لم تجري به آه. ولكن كونه يحدث ده يتصوره العقل ده المستحيل العادي اما المستحيل العقلي هو الذي لا يمكن ان يتصوره العقل وضربنا له امثله المثلث بثلاث اضلاع ضربنا له كل اجتماع نقيضين الانسان ان يكون في مكانين في ان واحد في زمن واحد إذن المعجزات من قبيل المستحيلات العاديه وليس من قبيل المستحيلات العقليه, العقلية بحيث انها تشكل عندي تناقض في تصورات العقل طيب المستحيلات ف... العاديه لا تناقض العقل يتصورها اللي يناقض العقل ويرفضه تماما ولذلك لا يجيئنا نبي او رسول عليهم أفضل الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام بمعجزة من قبيل المستحيل العقلي م. لم يحدث ولن يحدث كما لأن القدرة الإلهية نفسها متعلقش به فكيف يحدث م. فإنما يأتينا بالمعجزات المستحيلات العادية الأمور اللي احنا عادة نعجز عنها آه. يعني احنا نخاف من النار ونخاف من المساء وبتاع إنما لو أتى مثلا بشخص ألقى في النار وكذا العقل تصور هذا <تصور> يعني أنا أتصور عقلاً حتى ولو لم يحدث معجزة سيدنا إبراهيم أنه ممكن أن يلقى شخص في النار ولا يحترق هل هذا يعني تصوره مثل تصور أني واحد أكبر من ثلاثة؟ له واحد أكبر من ثلاثة أقول لك ولا أعرف الكلام <تصور> ده ممكن ممكن يعني تتصور أن واحد يلقى في النار ولا يحترق المشكلة يعني تصورها تصورها لكن أقول لك أنا عادة لم أرى ولم ولا ولم يحدث لي هذا من قبل فهذا مستحيل عادي المعجزات كلها من باب المستحيل العادي والمستحيل العادي يقع تتعلق به القدره الالهيه المستحيل العقلي هو المشكله فيه حتى يكون قابلا للايمان به بالضبط حضرتك قلت لي المعجزات مستحيل المستحيلات عقليه مم. لا طبعا فده ده الفرق هي مستحيلات عاديه مستحيلات عاديه مم. والمستحيلات العاديه تحدث يعني اهو ناس دلوقتي رايحه المريخ ومش عارف يعني كل ما كان مستحيلا في الماضي في الماضي اصبح ممكنا الان ممكن الان وحادثا يعني لو سالنا حد من 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 100 سنه عن الموبايل والكلام ده كان حي كان يقول الكلام ده مستحيل طيب طب الحق والصدق ما الفرق بينهما؟ ها هنا ممكن ان نعثر على فرق وهو ان الحق يطلق على الاقوال وعلى الافعال يعني قول حق والقرآن حق وقول. طبعًا. آه وفي وزي ما سبق في الحديث الشريف ووعدك الحق اللي هو دخول الجنه او دخول النار فالحق يطلق على والموت حق. والموت حق. وهو فعل. والجنه حق في حديث الجنه مكان. حق، والنار حق طبعًا. واضح. الجنه. فإذًا الحق ممكن يطلق على كما يطلق على القول يطلق على الأفعال وعلى الأجسام. لكن الصدق يطلق على القول فقط. فلا تستطيع ان تقول ان الجنه صدق لكن تقول ان هذا القول صدق وطبعا الصدق ضد الكذب والحق ضد الباطل فطبعا ده يعني ممكن نقول ان الحق اعم من من الصدق وان الصدق اخص بالمصطلح المنطقي اخص من الحق. طيب ماذا يعني اطلاق اسم الحق على ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى آه هو الحق يختلف يختلف معناه باختلاف ما يطلق عليه فاذا اطلق صفه على الله سبحانه وتعالى مم. فمعناه انه الموجود ازلا وابدا لان احنا قلنا في اول الحلقه ان هناك تطابق بين معنى الحق ومعنى الموجود فالله طبعا هو الحق المطلق مم. فاذا وصف بانه الحق وصفا فمعنى ذلك انه الموجود ازلا وابدا الموجود الذي لا بدايه لوجوده ولا نهايه لوجوده الموجود الذي وجوده غير مفتتح يكون قبله عدم وغير مختتم بعدم هذا هو معنى الحق حين يوصف به المولى سبحانه وتعالى وهو الموجود المطلق لكن قد يوصف على الذات نفسها حين يصف مثلا ولو اتبع الحق اهواءهم انا لو اتبع الله اهواءهم فاذا اطلق يعني صفه يكون معنى الحق سبحانه وتعالى هو الموجود. اذا اطلق ذاتا يبقى هو ده اسم الذات وهو ان الله هو الحق. فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين نواصل حديثنا عن اسم الله الحق في الحلقة المقبلة بإذن الله أحب أنا الكرام حتى نلقاكم مع الإمام الطيف في الحلقة المقبلة نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته